السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم وحلقه جديده من خبرات اونلاين. في حلقه النهارده ان شاء الله نشوف مع بعض حل مشكله من اكثر المشاكل ازعاجا اللي بتواجه مستخدمين الويندوز، وهي مشكله الاوتوماتيك ريبير. المشكله دي للاسف بيبقى ليها اكثر من سبب وكمان ليها اكثر من حل، فخلينا نبتدي على طول عشان ما نطولش وقت الحلقه. ولكن كان في تنويه بسيط جدا كده قبل ما نبتدي، وهو طبعا الخطوات اللي نتكلم عنها دي او خطوات الحل دي هي مش متتاليه يعني منفصل عن بعضيها، ولكن الخطوه ممكن تنفع عندك ما تنفعش عند غيرك، فعشان كده حبيت اذكر الخطوات كلها. كمان في حاجه ثانيه، وهو الخطوات دي تنفع لويندوز 10 وكمان تنفع لويندوز 11. خلينا نبتدي على طول بقى عشان نخش في موضوع حلقتنا، واتمنى بس اللي نبتدي لو استفدت من موضوع حلقتنا النهارده فما تبخلش علينا بدعمك الجميل، لايك للفيديو، وطبعا اتمنى ما تنساش معانا الاشتراك في القناه، ويا ريت الخطوه اللي تنفع معاك تكتبها لنا في التعليقات. ممكن برضو توفر على غيرك ان هو يتفرج على الفيديو كله وتبقى الخطوه دي اكتر استخداما يعني. فخلينا نبتدي على طول. فاول خطوه معانا طبعا ان الجهاز بتاعنا بيبقى دايما واقف على الشاشه دي اللي هي بتاعت الاوتوماتيك ريبير، فبنضغط على ادفانسد اوبشن عشان نخش على الخيارات المتقدمه، ومنها بنخش على الترابل شوت او مستكشف الاخطاء. في الترابل شوت هتلاقي عندك اختيارين، الاختيار الاولاني اللي هو ريسيت زد بي سي، وده هنلجا له في اخر الحلقه في حاله لو فشلنا في كل الخطوات اللي هنذكرها، ولكن طبعا هنخش دلوقتي على الادفانسد اوبشن اللي من خلاله هتلاقي فيه مجموعه من الاختيارات. واول اختيار عندنا اللي هو الستارت ريبير، وده بيعمل اصلاح للويندوز لوحده، طبعا بيقول لك هو انا بيحاول ان هو يعمل فيكس الويندوز، وده طبعا بياخد شويه وقت، والويندوز بيحاول يصلح نفسه بنفسه بدون تدخل منك، وده بياخد شويه وقت، وغالبا هي الخطوه دي يعني ما بتنجحش قوي، ولكن برضو لازم نجربها على المستوى الاسهل يعني. برضو بالنسبه للمستوى الاسهل او الحاجات الاسهل في الاصلاح، وهي حاجه اسمها الان انستول ابديت، ودي بتعمل حذف لاخر تحديث وصل للويندوز، احتمال يكون هو السبب في المشكله، وده عمل تعارض ما بين الويندوز وبين التحديث، فاحنا بنعمل ان انستول ابديت عشان نحذف اخر تحديث وصل للويندوز، وده من الخطوات برضو السهله. طبعا خطوات سهله ومش محتاج ان انا اشرحها. هنروح على بعد كده، عندنا اختيارين وقائيين هنا، وقائيين بمعنى لازم تكون انت عملت الاختيارين دول في الويندوز قبل ما يحصل عندك المشكله، وحاجه زي السيستم ريستور مثلا او نقطه استعاده النظام اللي طبعا بتنشئها على الويندوز عشان بعد كده تقدر تستعيدها في حاله لو حصل مشكله زي كده. وبما ان طبعا احنا كنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن الاختيارين دولت اللي هو سيستم ريستور بوينت وسيستم ايمج ريكفري، طبعا احنا كنا شرحناهم بالتفصيل وازاي تقدر تعملهم وازاي تقدر تستعيدهم عشان ما نعيدش نفس الكلام بس ونطول الحلقه، فهسيب لكم روابط الحلقات دي موجوده اسفل الفيديو تقدر تراجعها وتشوف طبعا لو انت كنت عامل سيستم ريستور او سيستم ايمج ريكفري. هنروح على الاختيارين اللي بعد كده والمهمين جدا عندنا، هو ستارت اب سيتنج، واللي من خلاله مش هنعمل اي حاجه خالص، احنا هنروح على اهم حاجه عندنا واللي هو الكوماند برومبت، ونضغط عليه بالشكل ده. زي ما شايفين معايا كده، ضغطت دلوقتي على الكوماند برومبت، قال لي ادخل اسم المستخدم او اختار اسم المستخدم اللي انت هتشتغل عليه، فطبعا هو مستخدم واحد عندي، فاضغط على انتر على طول. في الخطوه دي طبعا بيقول لي انت لازم تدخل الباسورد اللي انت عامله للجهاز بتاعك، فبتكتب الباسورد هنا وتاكد كمان من اللغه اللي انت بتكتب بيها عشان طبعا ما يحصلش معاك مشكله. طبعا بالنسبه لي في الحاله بتاعتي دلوقتي انا مش عامل باسورد للجهاز دوت، فطبعا بضغطه على كونتينيو على طول هنا بدون اي حاجه، وطبعا هيدخلني على الكوماند برومبت. في الكوماند برومبت بقى او موجه الاوامر، ان شاء الله هنكتب مجموعه من الاوامر البسيطه اللي هنحل بها المشكله، واي امر ان شاء الله انا هكتبه هيظهر قدامك مع الشاشه دلوقتي عشان يبقى الموضوع اسهل شويه. طيب خلينا بقى نروح على اسهل حل معانا، وهو لازم نعمل سيستم فايل تشيك او بنكتب امر فحص للنظام علشان طبعا لو في اي مشكله النظام بيحلها لنا من نفسه، وطبعا ده كان اسهل خطوه معانا، فبنكتب هنا السيستم فايل تشيك او الامر ده SFC اللي هو اختصار سيستم فايل تشيك، وبعدين بنضغط على السبيس او نضغط على المسطره بتاعت الكيبورد، وبعدين فورورد سلاش وده بيبقى في حرف الظا، ونكتب هنا سكان ناو وبنضغط على انتر، والامر ده بياخد معانا شويه وقت كده زي ما شايفين، بيقول لك ان هو ياخد شويه وقت وبعدين بيحاول يصلح مشاكل النظام. طبعا لو في اي مشكله بيجيب لك ان هو في مشكله في المسار معين وهو بيحاول يحلها، لو ما فيش مشكله هيجيب لك ان الرساله بيقول لك ان ما فيش اي مشاكل، فطبعا ننتظر لحد ما بيخلص الخطوه الاولانيه. بعد الانتهاء طبعا قال لي ما فيش اي مشكله، فطبعا بروح اقفل الكوماند برومبت واروح اضغط على كونتينيو واكمل واشوف حل المشكله معايا ولا ما حلهاش. وطبعا لو ما زالت المشكله مستمره فجرب معانا الخطوه رقم 2، بنخش برده على الترابل شوت، ومن الترابل شوت بنخش على الادفانسد اوبشن، ومنها على الكوماند برومبت علشان نروح نكتب الامر اللي بعد كده او الخطوه رقم 2. احيانا في الاوتوماتيك ريبير من بره بيقول لك ان المشكله في ملف السيستم سيرت تو لوك فايل، فخلينا نحل مشكله السيستم سيرت تو لوك فايل بسيطه جدا. بنخش على البارتيشن اللي فيه النظام بتاعنا، طبعا في اوامر كتيره ممكن نخش من خلالها او نعرف البارتيشن بتاع النظام بتاعنا، ولكن مش عايز اكتب اوامر او اخلي مجموعه الاوامر دي تبقى كتيره. اسهل امر عندنا واسهل حاجه عندنا ان انا اكتب اضغط على حرف السي واروح اضغط على شيفت مع حرف الكاف عشان اكتب الكولن دي بالشكل ده واضغط على انتر، ولكن لازم اتاكد ان انا دلوقتي في الملف بتاع النظام او البارتيشن بتاع النظام وانا في المسار الصحيح، فبضغط على دايركتوري او اقول له اعمل لي دايركتوري باختصار دي اي ار
اللي هو اختصار لدايركتوري، واضغط على انتر، فبيقول لي دلوقتي انت في المكان الخطأ، الفايل نوت فوند، وده انت دلوقتي في سيستم ريسيرفد. ده بيبقى بارتيشن كده موجود ولكن بيبقى مش ظاهر، فبنروح ناخد الخطوه اللي بعديها وان احنا نكتب او نجرب حرف الدي مع الشيفت مع حرف الكاف، ونقول له شيفت ودي كده. وطبعا دلوقتي برضو عايز اتاكد ان انا في البارتيشن الصحيح، فبضغط له برضو على داير دي اي ار واضغط على انتر، فانا دلوقتي في البارتيشن الصحيح او في المكان الصحيح. هنا دلوقتي بقى بروح اكتب ايه بقى؟ بكتب امر بسيط جدا جدا واللي هو سي دي، واخد كده او اضغط على السبيس، وبعدين اكتب ويندوز وباك سلاش. الباك سلاش بيبقى فيه فوق حرف الشيفت على ايدك اليمين، بيبقى بالشكل ده كده، وبكتب سيستم 32، وبرضه باك سلاش تاني، وهنا بكتب كونفج وبضغط على انتر. زي ما شايفين دلوقتي كده المسار اتغير من الويندوز العادي اللي او من الدي العادي الى ويندوز سيستم 32 كونفج. هاجي هنا بكتب له الامر ده ام دي، وبضغط على المسافه او بضغط على المسطره، وبكتب باك اب واضغط انتر، وبعدين بقول له هنا كده كوبي، وهنا بقى بضغط مسافه، وبروح اضغط على زرار اللي هو بتاع النجمه او اللي عليه رقم او اللي هو بيبقى النجمه بيبقى في رقم 8، بضغط اللي هو الشيفت مع رقم 8 بالشكل ده، او بروح الاقيه في الكالكوليتر او في زرار الكالكوليتر بيبقى النجمه برده في الزرار الثانيه، فبضغط على نجمه دوت نجمه، وهنا بضغط برده مسافه بيبقى الامر معايا بالشكل ده، واضغط له هنا كده على باك اب او بكتب باك اب واضغط انتر. هنا بيقول لي اعمل لك اوفريت للباك اب، طبعا انا بقول له موافق او اعمل لي باك اب لكل الملفات بالضغط على حرف الاي. طبعا الخطوه دي ممكن ما تظهرش عندك، ولكن في حالات لو ظهرت بتكتب على بتضغط على حرف الاي عشان تقول له اول كل الملفات وتبقى بالشكل ده. وبيقول لك دلوقتي انا عملت كوبي ل 10 ملفات. بعد ما عملنا الكوبي للملفات بالشكل ده فبنروح على الامر اللي بعده، ونضغط على سي دي وريش باك بالشكل ده، واضغط على انتر. هنا بقى لازم اتاكد من حاجه مهمه جدا، ولازم اعمل دايركتوري علشان اتاكد من محتوى الملفات اللي عندي او محتوى الملف اللي انا فيه ده، واكتب على دي اي ار وبضغط على انتر. فهنا لا في خطوه مهمه جدا جدا ولازم نركز فيها، طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده هو بيقول لي الملف هنا زيرو ما فيهوش اي حاجه، وطبعا لو ظهر عندك بالشكل اللي ظهر عندي دلوقتي ده فانت لازم تطلع من الخطوه دي وتروح تجرب الخطوه اللي بعدها، لان طبعا الخطوه دي مش هتفيدك، دي ممكن تعقد لك المشكله اكتر، فما تعملش اي حاجه هنا وبتقفل الكوماند برومبت وتروح على الخطوه اللي بعديها. اما اذا بقى لو ظهر عندك الملف كده او في مجموعه ملفات وفيها جنبيها ارقام، فانت كل اللي عليك بسيطه جدا، بتروح تكتب على تضغط على او نكتب كوبي، تضغط على كوبي، وبعدين بتاخد سبيس كده بتضغط على مسافه ونجمه دوت نجمه دوت دوت، وبعدين بتضغط على انتر. ودلوقتي بتضغط على حرف الاي عشان تعمل اوفريت لكل الملفات اللي انت نسختها. وهنا خلصنا تاني خطوه، وبتروح تقفل بقى بعد ما خلصنا بتروح تقفل الكومنت برومبت، وبتروح تضغط على كونتينيو وتشوف المشكله اتحلت معاك ولا لا. لو زادت المشكله مستمره هنروح على الخطوه رقم 3. في الخطوه رقم 3 بقى بنحاول نصلح ملفات البوت، فبروح على الترابل شوت ومنها برده على ادفانسد اوبشن، ومنها برده هروح على الكومنت برومبت مره ثانيه او موجه الاوامر عشان نكتب فيه مجموعه من الاوامر اللي هتصلح لنا ملفات البوت. فبروح على اول امر معانا اللي هو البوت ريك، وبعدين بضغط على المسطره عشان اخد سبيس بالشكل ده، واروح على فورورد سلاش واللي بيبقى موجود في حرف الظبط، واكتب هنا فيكس ام بي ار واضغط انتر. فبيقول لي الاول عمليه معانا اللي هي قال لي سكسفلي او تمت بنجاح، فبروح اكتب الامر الثاني اللي هو بوت ريك. على فكره ممكن اضغط على السهم من الكيبورد السهم اللي فوق فبيكتب لي اخر امر انا كنت كاتبه، ولكن المره دي بنشيل فيكس ام بي ار ونخليها فيكس بوت واضغط انتر، ولكن المره دي قال لي العمليه بتاعتك اكسس از دينايت. عشان كده بقى بنروح نكتب الامر ده. طبعا العمليه دي ممكن تنجح عندك وممكن ما تنجحش عند حد تاني، فخلينا نروح للامر ده اللي هيحل لنا المشكله واللي هو البوت سكت، وبعدين برضه اضغط على المسطره عشان اخد سبيس، وبعدين فورورد سلاش واكتب ان تي 60 ومسافه تاني، واكتب اس واي اس وانتر. انا دلوقتي هيحل لي المشكله، فاروح دلوقتي ارجع اعيد طبعا الخطوه بتاعه الفوكس بوت، برضه بضغط على السهم اللي فوق بيديني اخر امر معايا، واضغط على انتر عشان يقول لي العمليه بتاعتك دلوقتي تمت بنجاح زي ما انتم شايفين كده. بعد ما عملنا فيكس للبوت فبنروح نكتب الامر الثاني واللي هو بوت ريك، وبناخد برضه مسافه وناخد دلوقتي برضه فورورد سلاش، وبنكتب سكانوس ونضغط انتر. فهنا بننتظر ثواني لحد ما بيخلص الاسكان بتاعه، بنكتب اخر امر عندنا اللي هو برضه بوت ريك،
برضو مسطرة فورورد سلاش، وهنا بنكتب ريبيلد بي سي دي وبنضغط على انتر. برضو منتظر ثواني، وقال العملية كده تمت بنجاح. فخلينا بقى نقفل الكوماند برومبت ونروح نجرب الويندوز بتاعنا اشتغل ولا لا. بنضغط على كونتينيو وجرب الويندوز بتاعك اشتغل ولا لا. للأسف لو ما اشتغلش معاك فمضطر تكمل معانا آخر خطوة. الخطوة الأخيرة معانا في حالة لو كل الخطوات اللي فاتت دي فشلت، فبنروح على الترابل شوت، ومنها دلوقتي بنروح على ريسيت زيز بي سي عشان يدينا اختيارين مهمين جدا ولازم نخلي بالنا منهم. اول اختيار معانا اللي بيقول لك انت هتعمل استعاده للويندوز ولكن مع الاحتفاظ بكل الملفات بتاعتك، اللي هو كيب ماي فايلز، او ان انت تمسح كل الملفات بتاعتك، ولكن انا افضل اللي يخليها كيب ماي فايلز عشان لو في عندك اي ملفات مهمه على الديسكتوب او اعمل لها داونلود فخليها كيب ماي فايلز، ولكن احنا هنستعيد الويندوز بدون ما نفقد اي ملفات بين الخاصه بينا. فهنا بيقول لك اختيار انت عايز تعمل كلاود داونلود، ولكن بلاش الاختيار ده عشان هياخد وقت كبير وكمان بيبقى محتاج انترنت، فخلينا في الاختيار اللي بعده وبنضغط عليه بالشكل ده. خطوة طبعا بتاخد معانا شوية وقت لحد ما بيستعيد الويندوز او بيستعيد اعدادات الويندوز الافتراضية. دلوقتي بعد ما خد الوقت بتاعه عشان يعمل فحص للجهاز فبيقول لي انت مستعد عشان تعمل ريسيت زيز بي سي، فبضغط هنا كده على ريسيت. في الخطوه دي بننتظر شويه لان الخطوه دي بتاخد شويه وقت، لان هو دلوقتي بيحاول يعمل استعاده ضبط المصنع للويندوز بتاعك مع الاحتفاظ طبعا بكل البيانات بتاعتك. زي ما قلنا بنختار دلوقتي كيب ماي فايلز عشان نحتفظ بكل البيانات ويستعيد المصنع او استعيد ضبط المصنع للويندوز. ودي كانت اخر خطوه معانا النهارده في حل مشكلتنا لمشكله الاوتوماتيك ريبير. اتمنى تكون خطوه من الخطوات اللي فاتت كانت حلت معاك المشكله وكانت افضل شويه من اخر خطوه معانا. واتمنى برضو في الاخر كده لو في خطوه منهم افادتك بشيء يا ريت تكتبها لنا في التعليقات. اتمنى اكون استفدت من موضوع حلقتنا النهارده وقدرت احل لك مشكله الاوتوماتيك ريبير، واشكركم جدا جدا لمتابعه حلقتنا النهارده. اتمنى لو استفدت فما تبخلش علينا بدعمك الجميل، لايك الفيديو طبعا، اتمنى ما تنساش تعمل اشتراك معنا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.